ولكن جامع وبلع. فما فائدة تلك الأموال اللي تقامت بزاف؟ وهذه الأموال اللي تقامت بزاف ديك البنوك تتحول إلى أفاعيل لا حول ولا قوة إلا بالله. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم، ثم إحماء عليها في نار جهنم فتقوى بها شفاهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن الأموال التي هي التي نملكها نحن مستخلفين فيها فقط، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولن يوصل واحد الوقت إنه باش يتصدق ولكن الصدقة هي الأمر المطلوب. الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، الله يبارك فيما شاء الله وسلم. الصدقة كما تحفظ البدن، الله سبحانه وتعالى كيظهر عليك المرض، كيلهم عليك الآفات، لأن الصدقة في سبيل الله. كذلك تحفظ الأمال من ضياع، من الحرائق ومن الفصوص ومن الآفات. حاشف ما من الآفات التي وقعت، ما في لا قوة إلا بالله، ناس كتبوا كيديروا مشريو الثمن ديالو، لا، ولكن كيبقى من حرائق تذهب تلك الأموال. هذه الأموال كيبقاو الناس في حسرة وفي ذهول متأسفين، مثل الأموال اللي ضاعت لهم، وربما ضيع ماشي أموال، ضيع أموال وتسللهم في خسارة. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة، ومن أهلك شح مطاع، ثلاث مهلكة: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هذه الكلمة إذا اتصف بها شيء إنسان كتل ما هي؟ ثلاث مهلكة: شح مطاع، إنسان شحال كيكون عنده ديال الأمور ولكنه جزء يسير ما كيتصدقش به. شح مطاع، ومن يبخل فإنما يبخل بنفسه، الله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم فيما لا يكون أمثال. شح مطاع وهوى متبع، على هوى متبع هذاك الانسان اللي كتقول له النفس ديالو يعمل هذه الحاجه ما كاينش يعملها. مثلا رمضان وهو شهر الصيام، ورمضان عنده واحد الكرامه، ورمضان عنده حرمه، ورمضان عنده كذا، زاد اشنو هو كيعمل؟ كيمشي يقمر، وهذا معروف: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام ورسوم عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. القمار، الخمر، هذه المفاسد الاجتماعية حرمها ثلاث مهلكة: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. إذا كان الإنسان فيه كبرياء، يعبد الله بالله من كبرياء متواضع عن الله رفع. أيها الإخوة الكرام، نطول هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة فيها البركة، ليلة فيها الخير. أن نرفعوا أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى وندعوه ما نريد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن
وأنا فقط ليلة القدر أقول أنا قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. هذا هو أمان. اللهم عفو عنا واغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما يسرنا وما صدر منا وما أسررنا وما أعلنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. أمير المؤمنين محمد السادس اللهم احفظه آمين وكله ولي ونصير واحفظ فيه ولي آمين واحفظ وقيل له من يقول معه هذه السلمة آمين للناس رجال مخلصين يعينونه على شؤون الأنبياء. اللهم اجعل منهم الإحياء منهم والأموات واغفر وانصرنا يا كريم على العذاب. انصر إخواننا في فلسطين إخواننا في فلسطين على الصهاينة المعتدين اللي كيتعداو على المسلمين وليعلموا أن القدس هي من مقدسات الإسلام ولن يفرق فيها المغاربة بخصوص المغاربة من كيفكوس الكوس لأن المغاربة من كانوا كيمشيو كانوا كيمشيو ويزوروا القدس. هذا المغاربة باب المغاربة. حنا شفنا الفلسطينيين كل ديالهم معانا خصوصا في المسابقات الرياضية شفنا الفلسطينيين كيفاش كيفرحوا مع بابا كيفاش كيحبونا حنا كنحبوهم والمؤمن اخو المؤمن وحنا ما نفرحوش فيهم احنا دائما معاهم بكل ما نملك بالمال وبقلوبنا و يعني جميع المغاربه القدس يجب تحريرها ولن تكون لليهود ابدا وعاصمه لهم على الاطلاق وانما هي عاصمه ديال المسلمين فهي القدس شرفها الله سبحانه وتعالى وكرمها وجعلها ثانية أول حدثين ومن المقدسات ديال الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وارحمنا بنا ربنا إننا سمعنا ونادينا ونادينا من الأنام وذكر القرآن ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار في هذه الليلة المباركة العظيمة. أن الله سبحانه وتعالى يكتب الله سبحانه وتعالى في هذا الأجر أمين 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 يزيد علينا الخطايا والذنوب ويحيد القلوب لنا ويحيدها ويجعلها إيمانا على صور المتقدم من إخوة متحاربين متناصرين متكاتفين متحدين في كل وقت وفي السراء وفي الضراء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة.